أهلا بكم من جديد. رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بير السبع الالتماسات التي قدمها طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة ضد استمرار اعتقاله ومعاملة ملفه على أنه ملف إرهاب. وقال المحامي خالد زبرقة من طاقم الدفاع عن الفتى أحمد مناصرة إن المحكمة المركزية الإسرائيلية رفضت الالتماسات التي تقدمنا بها فيما يتعلق بملف الإرهاب، متذرعة بأن قانون مكافحة الإرهاب ساري المفعول على قضية أحمد وعلى أطفال أعمارهم 13 عاما. صدر قرار من المحكمة المركزية في بير السبع اللي رفض الاستئنافات اللي تقدمنا فيها بحجة أنه في قانون مكافحة الإرهاب ساري المفعول على قضية أحمد، ساري المفعول على الأطفال، على أطفال عمرهم 13 عام، وأيضا بالنسبة للوضع الطبي الصحي لأحمد المحكمة رفضت الاستئناف بسبب أنه وضع الصحي لأحمد غير خطير بشكل كافي من أجل الإفراج عنه. إحنا بنقول كطاقم دفاع أن هذا القرار وصمة عار في جبين العدالة الإسرائيلية. وينضم إلينا عبر الإنترنت من بيت حنينة بالقدس السيد أحمد مناصرة عم الأسير أحمد صالح مناصرة. أهلا بك سيد مناصرة. إذن المحكمة أو محكمة الاحتلال تقول إن ابن أخيك يتابع كإرهابي، كيف تستقبل أنت هذا الوصف وهذا الوصف القانوني والوصف الموجه لهذا الطفل الذي تعرفه جيدا؟ بعتقد أنه هذا القانون نفسه قانون إرهابي، يعني القانون اللي يسن بهذه الطريقة ويقرر بهذه الطريقة ويتعامل مع الأطفال لأنهم إرهابيين، إما أنه اللي بيشرع هذا القانون ما بيفهم شو معنى الإرهاب، أو أنه إنسان نفسه إرهابي لما بيصدر هيك قانون أو بيتخذ هيك قانون ويحاكم الأولاد اللي هم الأطفال على هذا القانون، فهذا نفسه هو نفسه اللي بيكون إرهابي مش الطفل. هذا طفل كان يعني عمره 13 سنة وتم إدانته ومحاكمته بطريقة جبرية مش بطريقة إنسانية. التحقيق معه كان تحقيق قاسي جدا، انتزع الاعتراف منه انتزاع، تم عرضه للمحكمة وتحاكم بطريقة كمان يعني مش على أنه طفل، تحاكم على أنه إنسان بالغ مدرك عارف شو 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 طريقه بالضبط واختار طريقه وتم محاكمته على هذا الأساس. تم وضعه في مؤسسة للجنائيين لفترة محددة عبين ما انحكم، لما انحكم اخرجوه من هون للسجن للمعتقل ما مع رفاقه في السجن، استمر في حياة طبيعية لحين ما وصل لسن 18 سنة اخرجوه من عند الأشبال للكبار. فبهاي المرحلة ما بنعرف شو صار معه، صابته حالة نفسية صعبة جداً في الوقت الحالي، بيزداد سوء يوم عن يوم بحكم انه معزول، بيعطوه ادويه، الادويه هاي احنا ما بنعرف شو ماهيتها الادويه هاي، العلاج له كان المفروض انه يكون من خلال حاضنه اجتماعيه، لكن علاجه كان في مصلحه السجون انه يتم عزله عن اي انسان في داخل المعتقد، وهذا الشيء بيزيد من وضعه الصحي سوء. واحنا كل مطالبتنا كانت انه يعيدوا له عند رفاقه داخل السجن، وفي نفس الوقت ينظروا لموضوعه من ناحيه انسانيه انه هذا كان انسان طفل. لما يكون عرض على محكمه الثلث هذه لجنه مشكله من مجموعه اشخاص تنظر في ملفات المعتقلين بعد ما انه يمضي فتره حكمه هل يتم الافراج عنه ام لا. لكن القانون هذا اللي تم استصداره بعد قضية أحمد بمنع أنه أحمد يعرض على هاي اللجنة بحكم أنه هذا القانون سمى أو وضعه تحت مسمى إرهابي، فكان بالأساس تم رفضه من اللجنة. المحامين استأنفوا للمحكمة، المحكمة رجعت الملف للجنة كمان مرة، لكن اللجنة أصرت أنه هذا ملف إرهابي، تم الاستئناف عليه في محكمة الصلح في بئر السبع. محكمة الصلح أقرت أنه هذا ملف إرهابي، فتم الاستئناف عند المحكمة المركزية، والمحكمة المركزية أكدت على قرار محكمة الصلح، وإحنا الآن نتفضل إن شاء الله إذا بتيسر الأمور أنه نتوجه للمحكمة العليا
اللي هي أعلى درجة في القضاء الإسرائيلي يعني مع المحكمة العليا سيد في ما هذا أسرى، الموضوع. بخصوص المحكمة العليا، هذا الإجراء كم سيأخذ من المدة؟ ما الذي أخبركم به المحامي؟ ما يعني في الحالات هاي إنه بتم تقديم استئناف للمحكمة، والمحكمة هي اللي بتقرر بأنه تاريخ يكون النظر في الملف. يعني حتى المحامي نفسه بتصور ما فيش عنده تقدير للمسألة هاي، إنه بأي يوم أو بأي تاريخ بالتحديد إنه يصير. كمان الجديد في موضوعه إنه كان عنده محكمة لقضية العزل، بما إنه موجود في العزل صار له أكثر من 10 شهور. المحكمة أقرت عزله لتاريخ 20/11 من نفس العام، وبصير له كمان يعني مضى الفترة هاي بكل سنة كاملة بالعزل الانفرادي اللي ما بيشوفش ولا أي إنسان في داخل المعتقل غير السجانين. نعم. زياراته طبعا مش يعني مش ثابتة، نعم. لأنه كثير من المرات بيتم نقله من سجن لسجن، ولما يتم نقله من سجن لسجن بيكون في حالة إنه السجن اللي توجه له أو اللي نقلوه له برنامجه الخاص في الزيارات، فبتروح الزيارة اللي كان هو لازم يزور أهله فيها، اللي هو طبعا مقصورة على والده ووالدته وإخوته الأطفال. إحنا ممنوع ولا واحد يزوره، لأنه بعده الزيارة للسجين الأمني فقط من الدرجة الأولى، والدرجة الأولى عندهم اللي هو الأب والأم، الأخوة، الجد والجدة، غير هيك ممنوع. حتى في المحاكم لما كنا نتوجه نحضر محكمته كانوا يمنعونا من الدخول، لأنه بيعتبرونا مش من الدرجة الأولى أن نكون موجودين في داخل المحكمة. نعم سيد مناصر، هناك 36 خبيرا نفسيا يقول إن حالة أحمد مناصر متردية جدا، يعني جسديا ونفسيا على وجه الخصوص. كيف عندما يقابله والده أو والدته، يعني المقربون كما تقول من الدرجة الأولى حسب وصف الاحتلال لعلاقاته العائلية، كيف يصفون حالته النفسية؟ هل فعلا تتراجع بشكل سريع تجعل 36 من الخبراء يطالبون بإطلاق سراحه فوريا، لأن الحالة تتطلب ذلك؟ صحيح، بالزيارة الأخيرة وكل زيارة يعني أبوه بعود من الزيارة أنا بسأله عن وضعه النفسي ووضعه الصحي، فبكون حتى ما هو مش ما فيش عنده القدرة إنه يحكي، يعني يفسر إيش الوضع بالضبط، يحكي لي إنه بخربط كثير. فهذه الشغلة بحاجة لعلاج، والعلاج ما بتمش في داخل الزنزانة، العلاج يعني بده ناس مختصين يقدموا له العلاج المناسب حتى يخرج من هذه الحالة. المعتقلين في حالات كثير إنه نتيجة الضغوطات النفسية اللي بتعرضوا له أحمد، يعني بالنسبة لغيره أنه كان طفل، يعني طفولته عاشها في داخل السجن، ما عاشش مثل أي إنسان ثاني وتم اعتقال، لا عاش كل حياته، يعني من حد ما إنسان بسن 13 سنة لسه ببلش تفكيره ينمو، يعني بهاي اللحظة ببلش يفكر في اللي حواليه، ما كان لهش مجال يفكر بأي شيء، يعني كل تفكيره كل حياته في داخل المعتقل. صار له اليوم طيب يعني كمان شهرين أو شهر ونص بصير له 7 سنوات في داخل المعتقل، وهذا إشي مش بسيط لطفل زي هيك طبعا نما داخل السجن، انحرم من المجتمع، انحرم من سيرته، انحرم من تعليم، انحرم من كل إشي. فإيش النفسية اللي بدها تكون عنده هذا البني آدم؟ لأنه صخر بده ينهار، يعني ما وهذا بضلش وهذا إنسان ما طبيعي. يعبر عليه كذلك في فيديو أريدك أن واللي تسمعه بتعبر معنا عنه سيد أحمد مناصرة وتعلق عليه بعد. إذن هذا المقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء للأسير أحمد مناصرة خلال محاكمته وهو يعبر عن حنينه للعودة إلى بيته، دعونا نشاهد. ناخذ دواء يا ابو ولا بالطلاق؟ لا يا باخ. لا شو حالك مع الدواء؟ بدك تروح؟ بدك تروح؟ ان شاء الله. ما ان شاء الله. قلت لهم شو؟ لشو اكثر شيء مشتاق يا احمد؟ قلت لهم لاهلي. عارفه كيف تعاون بشكلهم؟ عندك امل تطلع احمد؟ ان شاء الله الله قريب. قديش إلك بالعزل؟ عودة إليك سيد أحمد مناصر، إذا استمعنا إلى هذا المقطع الحقيقة أجوبة قصيرة جدا لأحمد، ويقول أنه ببساطة يشتاق إلى أهله، أول شيء يشتاق إليه. كيف تعلق على هذه المشاهد وعلى ما استمعت إليه؟ أكيد السجين يعني أكثر شيء تفكر فيه هو الحرية، حتى لو كان وضعه نفسي كمان غير مستقر، والسجن بالأساس هو اللي سبب له هاي الحالة. يعني كان إنسان طبيعي جدا ما فيش عنده أي مشكلة، وبنأمل كمان أنه لما يتم علاجه بطريقة صحيحة أنه يرجع لوضعه الصحي الصحيح.
العزل اللي هو موجود فيه بزيد الموضوع ألم، بزيد الموضوع حدة، وبزيد التوتر بزيادة، يعني نفسه ما بسيطرش على نفسه في أفكاره اللي بتكون متضاربة باستمرار، بتهيأ له شغلات إنه شغلات مش موجودة أصلاً. وهو طبعا لما يحكي انا مشتاق لاهلي مشتاق للحريه، هذا التعبير صادق، لانه هذا وضع السجين اهم شيء بحياته، انه يكون حر، يعني نفسه يعيش حياه طبيعيه مثله مثل الناس الطبيعيين ومثل أي طفل كذلك. سيد أحمد مناصر، أشكرك جزيلا على هذه المشاركة، كنت معنا إذن مباشرة من بيت حنينة بالقدس. وأحمد مناصر إذن عم الأسير أحمد صالح المناصر. المسائية مستمرة، وبعد الفاصل باقي فقرتنا، وفيها وزارة المالية التونسية تعلن عن تراجع عجز الميزانية، والاتحاد العام للشغل يقول لا نعارض التوجه لصندوق النقد الدولي لكن الحل التونسي أولا. كثير ما يقال أن الاتحاد العام للشغل ضد الإصلاحات، وهذه تقارير يعطوها للصندوق النقد الدولي، تقارير يعملوها للصحف إلى غير ذلك، وهي في الحقيقة مغالطة كبيرة. الاتحاد حريص بل أكثر حرص من الحكومات المتعاقبة على الإصلاح.